شباب ضواحي العالم يبدعون عالمهم. بهذا العنوان افتتحت الدورة السادسة من مهرجان جنة الدولي في مسرح المدينة. يهدف المهرجان إلى إعطاء مساحة حرة للأطفال الذين يتجاوز عمرهم 9 سنوات كمنبر لإبداعاتهم، أيضا إلى تطوير منهجية التفكير النقدي لديهم، ومنبر للشباب للتعبير عن قضاياهم والتعرف على ثقافات مختلفة من العالم. المهرجان بيستضيف مجموعة من الأفلام وبيستضيف أيضا تقريبا شي 15 دولة مشاركين معنا بهالفستيفال. أهمية هالفستيفال هي المساحة اللي بيفتحها للشباب من خلال مشاركتهم بالتحضير بالتنظيم، من خلال مشاركتهم بالكتابة النقدية السينمائية. من هون الفستيفال هو فسحة أمل نحن بنسميه، وهو بتلاقي ثقافات لشباب منوعة. لما قال لي هشام 3 سنين بدنا نعمل افتتاح للسينما مسرح، حسيت اني يعني بفرح، يعني شغله كثير بمدح. فهالسنه كمان عم نعيد التجربه، هو عباره عن 10 دقائق مشهديه معينه، بنجرب ناخذ من السينما تقنيه معينه، لانه عاده المسرح بياخذ من السينما مثل ما السينما بتاخذ بتقنيات معينه، بالمونتاج، باجواء معينه. فبالتالي العرض المسرحي عم جرب يكون منسجمين مع شيء اسمه عرض سينمائي. فهالتزاوج ظريف كثير بفتكر، وانا دائما هاي تاني تجربه وبحبها مثل ما حبيت اول وحده. خلل المهرجان مجموعة من الأفلام روائية تسجيلية ورسوم ودمى متحركة لسينمائيين أطفال وشباب. كما تميز المهرجان في دورته الحالية بأنه مهرجان جوال، حيث جرت العروض في مناطق مختلفة من لبنان. وقد شارك في المهرجان كل من لبنان، فلسطين، ألمانيا، بلجيكا، إسبانيا، إيطاليا، سنغافورة، إنجلترا، الدنمارك، هولندا، تركيا، اليونان، مالطا، كرواتيا وسلوفينيا. من مسرح المدينة في بيروت، دلال بزي، قناة الجديد. الرئيس البولندي